بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. يزرعون الفتنة نزرع الحب والأمل. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أما المناسبة فهي حلقة اليوم من ملك كتابة، حلقة الاثنين، تصل أو تحمل الرقم 700 حلقة من التواصل مع ملك وكتابة، يعني أكثر من 2000 ساعة من التواصل والمسؤولية. ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم في كل ما قدمناه عبر 700 حلقة حاولنا نزرع فيها حاجة، نزرع الحب والأمل. وعايز الناس تفهم من 700 حلقة ده معناها إيه؟ إن ده أقدم برنامج رياضي حاليا على الساحة الرياضية. عشان كده ثنايا هذه الحلقة مهمة جدا، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله وما زلنا نؤكدها، ما تخافش على أهلي. الغربال موعد جديد مع التحدي. بعض مثل لسانه، لماذا نحن هنا الآن؟ الشموع الحمراء، العملاق وشجرة الحب، وأسرار الملك عن نسر قرطاج، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى الحلقة رقم 700 اللي حرصنا ان احنا نقول فيها حاجة. شوف انا ليه بقول البرنامج الاقدم على الساحة الان. لو لم نزرع الحب والامل ما صمد هذا البرنامج. ولتذكر ان السلوجان اللي رفعناه وقتها ما تخافش على الاهلي. انت بتحب افكرك بشبابك شوية؟ وانا كنت شباب. انا بنتكلم في كام؟ 700 حلقة، يعني عارفين. خلي بالك وكتابة بالراحة عليا، انا جاي من عند دكتور السنان. ايوه. بيهددني من الصبح، بيقول لك انا خلعت ضرس العقل خلاص، يعني استحمل. عموما الحلقة 700، عايز افكركم انه الطلعة الأولى كانت مساء الاثنين 21 مارس 2011. كانت الفترة دي على فكرة فترة صعبة جدا على مصر. دي فترة الانفلات الأمني، وفترة كان يدوب شهرين أو ثلاث شهور بالظبط بعد ثورة يناير، والأوضاع اللي حضراتكم كلكم فاكرينها. ومع هذا من رحم المعاناة، من رحم التوتر، من رحم الشارع، من رحم حاجات كتيرة فاكرين تفاصيلها حضراتكم. ربنا ما يعيد أي أيام فيها قلق وتوتر على مصر، وتظل مصر واحة الأمن والاستقرار يا رب دايما إن شاء الله. لكن من وحي كل هذه الظروف الصعبة خرج ملك وكتابة لتكون الطلة الأولى مساء الاثنين 21 مارس 2011. وما تخافش على الأهلي، ما زلنا نؤكدها ونذكركم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم الجديد ملك وكتابة، برنامج اتعمل بناء على طلباتكم ولتلبية احتياجاتكم. الملك هو النادي الأهلي، والكتابة كل ما ينشر عن النادي الأهلي، وخاصة التجاوزات، الإشاعات، الافتراءات. برنامج بيرد على كل هذه الأمور بالوثائق والحقائق. معانا كمان الأستاذ إبراهيم المنيسي ملك الكتابة، اللي هو هيقول لنا عندنا ايه النهارده. اهلا بيك يا باشمهندس، واهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذا البرنامج الجديد واولى حلقات ملك وكتابه. زي ما المهندس عدلي قال لكم، الملك النادي الاهلي، الكتابه هو كل ما يكتب عن هذا الملك. لكن كمان اعتقد بعد 25 يناير الملك زادت قيمته، والكتابه زادت قوي مساحتها، وايضا المناخ اتسع للكثير والكثير من جرعات الحريات اللي بتفرض علينا تحديات جديده في المرحله اللي جايه. عندك ايه بقى ضمن الكلام اللي الناس متشوقه
ان احنا نرد عليه وتعرف حقيقته. كتير من الموضوعات يا باشمهندس، بس خلينا نقول ابرز العناوين اللي عندنا. الاهلي والزمالك ووثائق امن الدوله. والتوأم يهاجم الاهلي 3 مرات يوميا. لكن الاهلي ووكاله الاعلان مين بيجامل مين؟ والاهلي بيفاوض عيد ودويدار وسليمان، وبنسال الباشمهندس عدلي ومين كمان؟ والاعلام الرياضي وماذا بعد الثوره؟ ركبه بركات وحكايه لاعب الاهلي مع الاغماءات. لكن فلوس الحضري من يدفعها وماذا لو؟ البث الفضائي الزمالك ياخذ اقل بشرط ان الاهلي ما يكسبش. واحمد حسن هيفضل في الاهلي ولا يروح الزمالك؟ والاهلي متهم دائما باشعار النار في الاسعار. تسمح لي يا ابراهيم ان احنا نستاذن الساده المشاهدين ونقول لهم على فكره انتوا اللي هتختاروا لنا ترتيب الفقرات ونبتدي بايه وعايزين تسمعوا ايه قبل ايه وتشوفوا ايه قبل ايه، لكن هنستاذنكم فقط في ضربه البدايه، احنا هنختار الموضوع الاول، اما باقي الموضوعات تواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده وبالاس ام اس اللي موجوده على الشاشه عشان تقولوا لنا او تقولوا الكمبيوتر الحقيقه يرتب لنا ايه ترتيب الموضوعات حسب اهتمامكم بيها. اهم موضوع عايزين نبدا بيه، الجمهور اختار لنا ايه والكمبيوتر اختار لنا ايه؟ طب نشوف الكمبيوتر من خلال الجمهور اختار ايه. مين فينا يا جماعه؟ مين فينا اللي كان شباب؟ ألا ليت الشباب. شفت إبراهيم كان عامل إزاي يا جماعة؟ النضارة والشبوية. ألا ليت الشباب يعود يوما. إزيك يا أستاذ إبراهيم ومبروك 700 حلقة صمود. وهذا بيقول لك الظهر الأهلي ده جينات الصمود دي موجودة في الأهلي. طيب بتخليني أقول لك السلوجان كان ما تخافش على الأهلي. بعد 700 حلقة وأنت واحد من علامات الأهلي التاريخية، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، خفت على الاهلي؟ لا اخشى على الاهلي الا من الاهلي. من الاهلي. ولا اخشى على نفسي الا من نفسي. ولا اخشى على كبريائي وكرامتي الا من تصرفاتي. طول ما الاهلي له نهج وطول ما الاهلي متمسك بقيمه ومبادئه وانطلاقاته ومتشبث بيها ما تخافش على الاهلي. المساله ليست بطولات يا استاذ ابراهيم فقط. المسألة أنك أنت نادي جاء ليشع شيئا ما، قيم ما، يقود قيادة بشكل تفيد مجتمعه وتفيد بلده. هو نادي يتسق مع أهداف بلده باستمرار الكبرى في خلق المواطن الصالح من خلال التمسك بالنهج الصالح. هو ده اللي يخليك ما تخافش على الأهلي. مسألة ماتش، مسألة بطولة، مسألة إخفاق، مسألة توفيق، كله في ايدك وكله يمكن تداركه. ولعلنا من هذا الكلام عندك فقرات بتتكلم على اللي جاي في عمر الدوري. بنقول لكم نحن دائما نتمسك بالامل، ناخذ بالاسباب، نؤدي ما علينا وندع الامور تقودنا الى التوفيق باذن الله. طيب من 700 حلقة كانت الفكرة، وكانت الفكرة زي ما انتوا سمعتوها في أول طلع لينا في 22 أو 21 مارس 2011، إنه ده برنامج معني بالدفاع عن النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وصورة النادي الأهلي وحقوق النادي الأهلي، ومن ثم دفع النادي الأهلي إلى المزيد من التفاعل والمسؤولية في مجتمعه اللي بيمثل النادي الاهلي فيه واحد من مكوناته المهمه جدا تاريخيا. كانت الفكره انه ازاي ملك وكتابه يقدر يقدم هذا الطرح اللي كان وقتها جديد على البرامج الرياضيه. يمكن البعض فهمنا والبعض ما فهمناش، ناس عرفتنا وناس مش عايزه تعرفنا. اللي عرفونا عرفوا انه الناس دول طالعين علشان يقولوا كلمه تساعد في الحفاظ على قيمه النادي الاهلي. والحفاظ على قيمة النادي الأهلي عشان تبقى المسألة واضحة هو حفاظ على واحد من أهم مكونات
الكيان المصري الرياضي تاريخيا، وشفتوا قد ايه الاخوه في المحيط العربي بل في القاره كلها مرتبطين بالنادي الاهلي، محترمين النادي الاهلي، بيستلهموا افكارهم وبطولاتهم ونجاحاتهم من النادي الاهلي وتاريخه. وده لانه ده مصدر الاشعاع الرياضي التاريخي لمصر رياضيا. الاهلي كان هذا الكيان بهذه القيمه في هذا المكان من بدايات القرن الماضي. فكان ملك وكتابه معني بالحفاظ على قيمه الكيان. وقلنا لكم كتير جدا اعتقد حضراتكم فاكرينها وحافظينها، عمر ما هيكون خلافنا لا مع الكاتب ولا مع المذيع. احنا معنيين بما يكتب وبما يقال. ممكن جدا ناس نقول لهم برافو ونحييهم ونشكرهم ونشيد بيهم، وفي موضع اخر نختلف معاهم ونعترض عليهم ونلومهم والعكس. فكان دايما وابدا هذا النهج اللي حاولنا الناس تفهمه معانا. ما تزعلوش لما نقول عليكم كلمه وحشه، وما تنبسطوش قوي لما نقول كلمه كويسه، لانه في الحالتين المساله مرهونه بالمحتوى مش بصاحبه. الناس كلها ليها كل التقدير والاحترام، لكن احنا بنناقش المحتوى، وبنناقش المحتوى من خلال مسؤوليه تاريخيه من وجهه نظرنا عن النادي الاهلي. اعتقد ليس هناك في المحيط الاهلاوي من هو ارفع واقدر خبره وقيمه وحكمه وحنكه من المهندس عادل القيعي في تمثيل هذه الوجهه. وبنحاول مع حضراتكم ان احنا نكمل هذا الشق بالناحيه المهنيه، ازاي ده يكون في قالب مسؤول ومنضبط يراعي المسؤوليات العامه، يراعي قيمه النادي الاهلي، يراعي دور الاهلي المجتمعي ورسالته الوطنيه وارتباطه بوجدان الملايين من جماهيره. دي كانت فكره ملك وكتابه اللي ما زلنا حريصين عليها، وما زلنا بناكد على ثوابتها حتى الحلقه 700. الشيء بشيء يذكر. ما تخافش على الاهلي. ليه ما تخافش على الاهلي؟ لان احنا رسالتنا ان احنا نتصدى لمحاوله تحريف الحقائق او تشويه المنجزات. وليس الهجوم على احد. يعني احنا ناس كتير تقعد تقول لك هو انت بتجيب فيديو يرد على فيديو، انت بتجيب فيديو ترد عليه. ايوه، لان احنا ما بنجرش شكل حد. دي الوسيله. احنا ده بالعكس، ده هو ده مصدر القوه، مصدر المصداقيه، مصدر انك انت تبرئنا من محاوله. لا هتدعي عليك ولا هتقول. انا مش معني ان انا هاجمك. انا معني ارد على هجومك. ايوه. وهجومك الذي مش وجهه نظر، يعني تقولش انا احسن منك، انت حر، انت احسن مني، انت شايف انك احسن مني. لكن لما تقول تيجي تشوه حقيقه تاريخيه او حقيقه من الحقائق، عندنا المستندات التي تدحضها، واحيانا بتكون مستندات منك من عندك انت يلي بتهاجمني. فانا عمليه تحريف الحقائق دي مسؤوليتنا، هذا ليس هجوما وتصديا او هجوما على احد. اما تشويه المنجزات، احنا في وقت غريب جدا ان اي بطوله ياخدها النادي الاهلي تبقى مش مهمه، ولكنك تبقى همك. فاهم ازاي؟ ايوه، انا اخدها تبقى مش مهمه، لكن همك همك الاكيد انك تاخدها. لا، انك تاخدها. فيوم ما تاخدها تنسى كل حاجه وتقول دي اهم بطوله. انت تنسى وانت تشوهني ان هذا حلمك وهذا واقعي. انا واقعي انا احد احلامك. فانا مش عايز جمهور الاهلي يبقى خفيف ينزعج احيانا من وعكه او حاجه. حتى لو كنا احنا عندنا قصور، احنا بنتدارك هذا القصور طبعا، فما فيش حاجه هتستمر في عنفوانها، لازم في النص يجي لك حاجات كده. فالمهم انك انت ما تصهينش، تتصدى. الاداره تتصدى بالاجراءات، الاداره تتصدى بالسياسات والنهج السليم والتنفيذ، ونحن نتصدى بالحقائق والمعلومات. وزي ما بنقول تاني وعاشر وخامس، الخلاف مع المكتوب وليس لنا خلاف مع الكاتب. أعتقد دي كانت ثوابت ملك وكتابة من 700 حلقة، ولا زالت وما زلنا بنؤكد عليها، إنك ما تخافش على الأهلي طالما للأهلي جمهور عنده هذا القدر العالي جدا من الانتماء للنادي، من منطلق إنه ده النادي اللي بيشرف بلده،
ده النادي اللي بيعلي دايما وابدا رايه وطنه، ده النادي اللي بيسعد كل الملايين من عشاقه وجمهوره، ده الدور الكبير جدا للنادي الاهلي في بلده. جمهور بيعي جدا قيمه ما يقدمه الاهلي من دعم، قيمه ما ينتجه الاهلي ويفرزه من عناصر وابطال في كل الالعاب على مدار كل هذه السنوات، وايضا من خلال ان يظل جمهور الاهلي هو درع الاهلي وسيفه. الاداره ممكن تتغير، اعضاء النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه بيختاروا مجلس كل 4 سنين وبيكلفوه باداره شؤون النادي واداره وجدان الملايين مع الجماهير، من الجماهير مع هذه الاداره، مع هذه المنشآت وهذه المرافق. ما بيديرش جدران وملاعب وصالات وجناين فقط، لكن بيدير طموحات ملايين من الجماهير هدفها ان تظل دايما وابدا سعيده بانتصارات فريقها وسعيده باسهامات ناديها في خدمه وطنه. ده النادي الاهلي منذ ان نشا. دائما النجاح من رحم الصعوبات في النادي الاهلي. هنا الفخر بمنجزات الاهلي. ايوه. منجزات حقيقيه فيها معاناه، فيها قوه، فيها صمود، فيها صلابه، فيها تقاليد، فيها قيم. لما يجي يقول لك الاهلي ما بيقاسي، الاهلي ما بيقاسي لانه لما ترجع للتاريخ تشوف عدم يأس الاهلي كم مره قلب او ايه قلب ما يبدو فشلا الى نجاح ساحق، وقدم نموذج ملهم وابتدوا يقولوا بالمعنى الريمونتادات والمش عارف ايه والكلام ده. لكن انا لماذا يزرعون الفتنه؟ ده نهج الاهلي، ونزرع الحب. لان كتير جدا خصوصا الفتره اللي فاتت يقول لك يا عم مفيش فايده، مفيش فايده، الناس عماله تزرع الفتنه. كل ما تاخد خطوه للتقارب ونزع فتيل التوتر ونزع فتيل الكراهيه ياتي من يزكيها. فاحنا يعني هو المثل ما بيجي يقول لك اتقي من شر من احسنت اليه. ازاي؟ الحكمه اللي الناس بتاخد الكلام مبتسط بمزيد من الود والاحسان، لانه دائما الحب يا استاذ ابراهيم في الاخر هيخلق حد يشوف الحقيقه. وهناك جزء من الشباب يدرك الان، انا لما بشوف دلوقتي ان احنا ما لناش خلاف مع الاهلي، احنا بنحب نادينا، احنا ليه بتجرجرونا ان احنا مع فلان احنا ضد دي، احنا عايزين ياتي اليوم الذي نحب نادينا فقط. ولذلك لما تشوف مثلا النموذج عشان ما نروحش ونلف وندور بتاع النادي الاسماعيلي، الاهلي يمد يده دائما بالحب وسيستمر، مش علشان الناس تيجي تقول لك اصل ساعه جد بيحصل كذا. في فئه عايزه ان الكراهيه تسود، لكن هناك الكثيرين. الكثيرون بقى، الكثيرون، ما لسه كنت هبص لك. هناك الكثيرون. خليك معايا كده. هناك الكثيرون يا استاذ ابراهيم وبالذات من رموز الاسماعيلي يدركون الحقائق وبيقولوها. لما يجي قيادات ولعيبه عاشوا العصر الذهبي بتاع الاسماعيلي يطلعوا بالحقيقه. وساعه الجد الاسماعيلي وجد الاهلي هو الحضن المرحب، مش بنقول لهم لا بقى انتوا بتعملوا كذا واحنا لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، ده كلام عايز يجرجرنا فيه الصغار. لكن الكبار يقابلوا دائما كل الامور بمزيد من الحب، لان الحب هي الرساله الاسمى في الرياضه. احنا عايزين دائما الناس تذكر هذه القيمه، لان البطولات والمواقف والماتشات دي لحظات، ولكن يبقى العلاقات والقيم الحقيقيه. ساعه الجد يروحوا للنادي الاهلي يشاوروا عليه، هو ده اللي بيقابلنا بالحب، وهو ده اللي بيقابلنا بالمسانده. احنا نعشق الجماهير. لما بنحب جمهور الاهلي احنا بنحب جمهور مصر كله، احنا بنحب جمهور الاسماعيلي وجمهور الاتحاد وجمهور الزمالك. احنا عايزين الجماهير تبقى سعيده. سعيده بايه؟ بالتنافس الشريف، لا نطلب غير المنافسه الشريفه يا استاذ ابراهيم. وده كان واحد من ثوابت ملك وكتابه. اعتقد حضراتكم فاكرين احنا عرضنا كل مواد ميثاق الشرف الصحفي، وعرضنا كل مواد مدونات السلوك الاعلامي. كنا في كل حلقه بناخد
مبدأ من مبادئ اللعب النظيف أو بند من بنود ميثاق الشرف الصحفي أو مدونة السلوك الإعلامي. ده ركزنا عليه كتير على مدار 700 حلقة، فعشان كده كنا بنندهش وبنستغرب لما حد يقول إن مالك وكتابه بيعمل احتقان. لا، بيعمل احتقان يعني إيه؟ ما احنا إذا كنا احنا أصلا في الأساس طالعين علشان نكون قناة تواصل بين كل الأندية، إزاي نقدر فعلا نساهم إن الكل يكون إيد واحدة مع بعضه حتى في خضم الظروف اللي ظهر فيها مالك وكتابه. لكن احنا باستمرار الناس الاتهام المعلب، دي مشكلة على فكرة كبيرة جدا، انك انت تلاقي اتهام معلب الناس عايزة تسكنه لأي حد فتوزعه كده بدون ما حد يقف يقول طب هو ايه اللي حصل، طب هو ايه اللي اتقال. احنا دايما وابدا بنقول يا جماعة حاسبونا على اللي بنقوله، لان احنا كمان ما بنتواصلش وما بنتفاعلش مع كل زميل من الزملاء، سواء من يكتب او من يقول او من يصور، الا على المحتوى او المادة اللي بيقولها، مش عليه هو شخصيا. فعشان كده هيظل دائما وابدا ملك وكتابه شديد الحرص على مبادئ اللعب النظيف. حتى لو صدر خطا من الاهلي، اعتقد كتير كنتوا بتشوفوا ملك وكتابه هو اللي بيلوم، هو اللي بيوجه، وهو اللي بيصوب، وايضا على كل معايير ومحتوى مدونه السلوك الاعلامي. قبل ما نقفل دي، انتقل من رساله ملك وكتابه لرساله القناه نفسها. أيوة. قبل ملك وكتابه، ايوه، كان أيوة. كنت اقدم برنامج الاهلي اليوم. الاهلي اليوم استضافنا، ما كانش فيه اي وسائل اعلاميه اخرى تبع انديه. كانت قناه الاهلي. قناه الاهلي. طب خدناها بقى حكر النادي الاهلي عشان نقول عايزين وننفرد بالساحه. بالعكس، انا شخصيا يوم حتى الان انا شخصيا فاتحه زراعيها لكل الانديه ولكل انا شخصيا مكونات الرياضه. استضفت الدكتور عبد المنعم عماره. قال ما يريده. استضفت الدكتور كمال درويش. أي. استضفت الاستاذ صلاح منتصر، وهو يعني شيخ الاعلاميين والصحفيين وزملكاوي تمام يعني وتد. استضفت الاستاذ فهمي عمر، ده اللي بذكره. وكان الكابتن طه بصر عليه رحمه الله واحد من محللين استوديو الاهلي التحليلي، كان بيجي في الاستوديو. عشان الكابتن حلمي طولان كان ضيف الكابتن مصطفى عبد العقيل. ليه بنعمل كده؟ عشان كنا نتيح الفرصه ان يبقى قناة الأهلي منبر للجميع. هي دي المسؤولية، منبر للجميع. فلم نكن، ولو كنا دعاة كراهية ما حضر أحد من هؤلاء الرموز. صحيح، إطلاقا. صحيح. وما زلت أذكر، لو عندنا يعني نقدر نجيب فقرات من الكلام ده، شوف الأستاذ صلاح منتصر لما جه قال إيه، شوف الأستاذ فهمي عمر، والذي كان كيف تذكرتموني، إحنا أول ناس بعد فترة طويلة، شيخ أول واحد قال الدوري العام في الاذاعه الساعه 7 كان يجيب لك ملخص الدوري العام، التعليق على مباريات الدوري. فاحنا العام. احنا الحقيقه كنا بنقول، لانه كنا شعارين ان احنا بتوع يعني احنا الشاشه التي ينبغي ان يطل عليها الجميع، ما كانش في غيرنا. وانا اعتقد استمتعت حتى طوال كل برامج قناه الاهلي وما زلت بتتابعه، الانضباط، المسؤوليه، الحفاظ على صوره النادي، لان هي قناه الاهلي انعكاس لمبادئ وتقاليد النادي الاهلي. واعتقد تذكروا في رمضان قبل ايام استمتعت بعرض الكابتن اسامه حسني في برنامج رياضي انساني اجتماعي رائع، رد الجميل، وشفت رموز الكره المصريه والرياضه كلها على شاشه الاهلي، اللي ستظل دائما وابدا حريصه على تفعيل المزيد من العلاقه بين النادي الاهلي والانديه الاخرى الشقيقه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هسال المهندس عدلي أصعب لحظات ملك وكتابة بالنسبة لك كانت إيه؟ بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. عايز أقول لكم إنه مباريات الدوري اليوم انتهت 2-1، المقاولين كسب أسوان 2-1، وبيراميدز كسب الجونة أيضا 2-1، ومباراة المصري وسموحة مستمرة. لكن ونحن نحتفي بالحلقة 700 من ملك وكتابة، كنت سألت المهندس عدلي قبل الفاصل أصعب لحظات ال 699 حلقه معاك كانت ايه؟ ما من شك دون دخول في تفاصيل ان الحلقات الاولى التي مع بدايه كده، والظرف السياسي والرياضي اللي كان موجود، وصعوبه استئناف المباريات تفاصيل كانت صعبه قوي، والظرف السياسي اللي كان بيلقي بظلاله على الرياضه وعلى كل شيء، وعدم والشارع المتوتر قبل استقرار مصر الحمد لله بعد كده.
دي كانت فترة صعبة علينا طبعا، في أحداث مؤلمة مش هنروح ناحيتها، لكن الظرف بقى اللي يبان محدش خد باله منه وهو الأصعب من ناحية المهنية ومن ناحية المسؤولية وفلسفة البرنامج. يعني انت ابتدينا بتقول ما تخافش على الأهلي وانا قلت لك ايه، ما تخافش على الأهلي إلا من الأهلي. احنا اتحطينا في هذه التجربة في نهاية المجلس السابق وتحديدا في موقفين. موقف عندما تغلغل النفوذ الإعلامي الزملكاوي في كل مناحي اتخاذ القرار، سواء في الإعلام الأهلاوي أو حتى قريبا من اتخاذ القرار في النادي الأهلي وطبعا في الشأن الكروي. مين اللي كان مسؤول الربط في الشأن الكروي أدى إلى خلاف ما كان حد يتصوره بين الكابتن علاء عبد الصادق ورئيس النادي الأهلي عندما اعترض الكابتن علاء على نفوذ أسامة خليل في الكرة. فتم الخلاف الذي أدى إلى استبعاد الكابتن علاء عبد الصادق في النهاية في علاقة ما كان يتخيل أحد هذه العلاقة القوية جدا، لأن الكابتن علاء كان له دور كبير جدا في تقديم رئيس النادي الأهلي للنادي الأهلي. ولكن حدث، أنا خفت ساعتها لما توصل يعني تضحي بأخلص الناس إليك في سبيل واحد مش مفروض يكون له دور في النادي الأهلي، هو الراجل محترم وجميل وصحفي قدير وكل حاجة، لكن ما كانه مش في النادي الأهلي. فلما تقول لهم، وأنا جيت لمدة 24 ساعة بوعد أن أصحح هذا الاختراق وأتخلص منه وأزرع منظومة أهلوية جديدة تكون مستقبل النادي الأهلي، ولكن تم بوضوح كده يعني الرجوع عن هذا الاتفاق في يوم، فبعدت ان انا اكون مسؤول عن المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي وهذا يحدث امامي ولا اتصدى له. لحد ما طبعا ثبت ان القناة كانت مخترقة من اول لجنة البرامج جواها ومن يديرون ويسيطرون على فكر القناة وبرامجها. وكنت بقولهم بالاسم، معرفش انت كنت معايا وكان يجادلنا احد يعني الذين يدافعون عن وجود اعلام زملكاوي في النادي، يقول لك ايه يعني المهم المهنيه. ولعلك تذكر هذه الحلقه جيدا. طبعا ف يعني انا بلا تحفظ وبلا حسابات وقتها انفجرت. انت بتقول ايه؟ طبعا الاهلي مخترق، وتثبت الايام هذا الكلام وخطورته، وما زلنا بنعاني من بعض اثاره، وما زال هؤلاء الذين كانوا يدافع عنهم من مسؤولين النادي الاهلي وفي من هم في دائره صنع القرار حواليهم ما زالوا. شوف بقى لما خرجوا من النادي الاهلي، ده اللي كنت بقوله، خطورتهم مش بس في وجودهم عندي، ده خطورتهم اللي دخلوا وشافوا مطبخي وشافوا اسراري ودخلوا على تاريخنا هيحاولوا يشوهوه زي لما يخرجوا وهذا ما يحدث الآن. يعني الناس شايفة كل ده وبالاسم، شاورنا عليهم بالاسم. اللحظة التاريخية التانية يا أستاذ إبراهيم، أنت عشتها معايا كشريك بقى وشلنا كفلنا على أيدينا عندما رأينا الخطر الذي تنطوي عليه لائحة النظام الأساسي اللي كانت مقدمة للجمعية العمومية، وكان بنحارب اعتمادها من الجمعية العمومية من هذا المنبر، واحنا مش عارفين مصيرنا ايه او ما فكرناش فيه، لكن شفنا انها فيها فقرات تؤدي الى بيع النادي الاهلي بعيدا عن الجمعية العمومية ودونما سيطرة النادي الاهلي عليها. فتصدينا تصدي كان بند يسهل بيع الاهلي، افخر بيع كرة معك القدم طبعا، ان التاريخ لن يعطيه حقه هذا التصدي الا بعدين لما نجحنا في ايقاف هذا. صحيح، والحمد لله ياتي من هم اكثر حرصا على النادي الاهلي ليعملوا الحوار المجتمعي الحقيقي اللي بداناه عشان تطلع اللائحه، وقد اعاد الحق للجمعيه العموميه في سيطرتها على مقدرات النادي الاهلي اللي كنا وعلى شرط
حط بنود تدي استحواذ النادي الاهلي النسبه الحاكمه. النسبه الحاكمه اللي اسفرت عن ثلاث شركات يسيطر عليها نفسها. النادي الاهلي وجمعيته العموميه. بنفس المعايير. فاكرهم؟ طبعا. ضيف. كانت الحقيقه حلقه مهمه جدا، لانه فتره ظهرت للبعض انه ملك وكتابه ضد السياق العام للنادي اداريا. وحاولنا وقتها نقول يا جماعه المساله اكبر شويه. اكبر من فكره انه البرنامج لازم يقول النص. لا، كان ساعتها عبر التليفون لو تتذكروا المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره في لائحه نظام اساسي مطروحه للعرض على الجمعيه العموميه. فالراجل بكل تقدير للبرنامج ولشخصنا واحنا بنقدم له كل التقدير قال مش هلاقي احسن منكم تديروا حوار مجتمعي لاعضاء وجماهير النادي حوالين اللائحه. فانا حتى تذكر وقتها قلت له يا باشمهندس الى اي حد؟ قال لك بدون اي حد، المهم مصلحه النادي. وده كانت نقطه الانطلاق الاساسيه لملك وكتابه في اللحظه التاريخيه اللي المهندس عادل اشار اليها، لانه فجاه حطينا ايدينا على مادتين ورا بعض. ماده بتقول يجوز لمجلس الاداره ان ينشئ شركات او شركه لكره القدم وطرح اسهمها للبيع في البورصه بشرط الحصول على موافقه الجهه الاداريه. عايز تبيع كره القدم لسين او صاد او عين، ابعت جواب للوزير قول له اديني موافقه، يديك موافقه شيل يا عم. ما فيهاش اي نسب حاكمه للنادي الاهلي. ده النص اللي كان في هذه الماده، كان تقريبا ماده 12 على ما اذكر او 14. لا 11. ماده 10 و11 10 و11. الماده التاليه ليها كشفت خطورتها، انه بنفس النص يجوز لمجلس الاداره ان ينشئ شركه لبيع الادوات والملابس الرياضيه بشرط الحصول على موافقه الجمعيه العموميه، الحصول على موافقه الجهه الاداريه، امتلاك النادي ل 51% من اسهم هذه الشركه قبل طرحها للبيع في البورصه. فقلنا الله، يعني انا لما اجي ابيع كره القدم كلها بكل تاثيرها وشعبيتها وبطولاتها ونجومها وتاريخها ما ارجعش للجمعيه العموميه وما اخدش موافقتها وما احتفظش للنادي باي نسبه. وفي نفس الوقت لما اعمل شركه عشان ابيع ادوات رياضيه احافظ للنادي على نسبته واحافظ للجمعيه العموميه على حقها واشترط موافقتها. ازاي؟ هو انهي الاخطر؟ كان ممكن نسكت وكان ممكن نعديها وكان ممكن نسير في الركب، لكن الحقيقه اخترنا وقتها في لحظه الاختيار المسؤوليه التاريخيه. المسؤوليه التاريخيه عن ان احنا هنقول كلمه لجمهور الاهلي واعضاء الاهلي هنتحاسب عليها امام التاريخ. فوقتها لو تتذكروا استضفنا اكتر من حد عشان يفسر لنا هذا البند من قبل مجلس الاداره، لان احنا مؤمنين بالراي والراي الاخر. احنا عندنا راي متحفظ بل مستنكر جدا هذا النص على علاته، وفي وجهه نظر اخرى لازم أن تمثل وتبرز، يمثلها اداره النادي. استضفنا اكتر من ضيف وقتها سواء عبر الهاتف او داخل الاستوديو في نقاش حوالين خطوره ما يحاك. كانت النتيجه انه الجمهور او الاعضاء كله تبين خطوره الامر. طلبنا يا جماعه قبل عرض نموذج المشروع على الجمعيه العموميه لازم يعدل او نتناقش. لم يعدل، لكن وقتها الجهه الاداريه لم تعتمد انعقاد الجمعيه العموميه، لان وقتها عقد في مكانين على يومين بما يخالف الشروط بتاعه وزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه وقتها، وانتهت دوره المجلس ونصب اكتملش كمان، وجيء بالمجلس الجديد علشان ينتبه للي اشرنا اليه وحذرنا منه ويضع هذه الشركات موضع التنفيذ من خلال نصوص حاكمه للنادي حافظه لحقوق الجمعيه العموميه مشترطه الحصول على موافقتها. فدي كانت اللحظات التاريخيه الحقيقه اللي المهندس عادل اشار اليها. بس في مسيره حلقات وساقت هذه اللحظات. يعني انت بتقول احنا تم ترشيح الاستاذ محمد بدر عشان يعبر عن وجهه نظر النادي الاهلي سواء في قضيه الاختراق او في قضيه النظام الاساسي. انت بتتذكر الحلقه الناريه
لا ما اصل دي لازم الناس تشوف كان موجود في الاستوديو العميد محمد بدر وعضو النادي الاهلي وكان احد العناصر المدافع عن وجهه نظر مجلس ودي الطلبة انذاك استضيفوا فلان استضيفوا فلان عشان يدافع ما تقولوش وجهه نظركم بس الوجهة نظر تاني ماشي على الرحب والسعه وجاء الضيف وصرخ المهندس عدلي صرخته التاريخيه نفكركم بيها دلوقتي اللي بعمله معاك هتكتشف ان انا بدافع عن النادي اكتر واحد في مصر انا مشفق لا حلقه النهارده محتاجه مراجعه لا انت وجهه نظر انا مصر على كل كلمه قلتها فيها ما عدا شيطان يا سيدي والاختراق ها والاختراق ينفع النادي الاهلي يبقى مخترق النادي الاهلي مخترق 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 أرد النادي الاهلي مخترق 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 في اجهزته العامله ومخترق في اعلامه خلاص أنا ما تفصلنيش انا مش بحبك لا انا دكتاتور في دي ده رايي لا هقول رايي النادي الاهلي ما هي وجهه نظر وجهه نظر النادي الاهلي وانا قلت لمحمود طاهر الكلام ده من سنه ونص يا باشمهندس واللي ماشي قدام محمود طاهر في مدينه نصر صلاح يحيى شريعه اسامه خليل ما تقوليش انه مش مخترق اهدى عليها بس لا مخترق اهدى عليها بس ايه اللي مش مخترق انا لما اجي اتكلم عن الشياطين اللي كنت بتكلم عنهم ما كنتش فاكرك فيهم خالص انا بس انا عايز بس عايز اقول لكم امتداد للحلقه ديت يوم الانتخابات في مشهد الحقيقه اعضاء النادي اللي شافوا المهندس عدلي يذكرونه جيدا انه كان بيستقبل الاعضاء في ممرات النادي بلهفه وبشكوى وبهلع الحقوق قبل ما يتباع الحقوق قبل ما يتباع كانت كلمات مؤثرة جدا الحقيقة اشعرت الناس كلها وهي بتستقبلها منه كان كتير يجي يقابلني شفت المهندس عدلي خايف قد ايه شفت المهندس عدلي مفزوع قد ايه كنت للدرجة دي خايف وقتها الحلقة دي كلمني الأستاذ محمد بدر هي دي أنا أول صرخة هادئة مكتومة كانت ليا مع برنامج الأستاذ محمد الدسوق رشدي وهو بيقدم كان برنامج في أحد القنوات الشقيقة وراجل شاب موهوب قوي صحيح وخد عنوان ماذا لو كان صالح سليم موجود وابتدأت كل القضايا تنطلق هو لو كان الله يرحمه الكابتن صالح سليم موجود كان عمل ايه في القضايا دي فانا طلع مني لفظ كده وكنت اعنيه الحقيقه من الشيطان الذي اوحى اليك بهذه الفكره كان رسالتي للمهندس محمود طاهر كان سؤال الازمه ده ما هو اللي هو لو بيسال عنه ما هو انا اصل محمد بدر هو راجل صديق قديم جدا وبلديات وتربطنا بيه هقول لك بس خليني بس ايه هي بقى الفكره انك تعمل في نظامك الاساسي الجمعيه العموميه في اكتر من مقر هو في اكتر من مقر دي دعوه لتمزيق وحده النادي الاهلي لان انت بتعرض في اخر جمعيه الميزانيه وبتاع بتعتمد كل ما سبق وبعدين بتدعو للانتخابات والجمعيه العموميه التي ستشرف الانتخاب بند من البنود في اجتماع بيتم فيه مناقشه الميزانيه والحساب الختامي وتقرير النشاط الرياضي ومحاسبه مجلس لما الاداره لما تعمل في اكتر من مقر مين هيحاسب مين فين لا فين مجلس ادارتك اللي انت بتحاسبه اللي قاعد بيتحاسب على فطرته هيكون فين في اي مقر فقال لك هنعملها على يومين شفت بقى الجمعيه العموميه تتعمل على يومين في مقرين وبعد شويه في ثلاث مقرات على ثلاث ايام ويتحط الكلام ده في النظام الاساسي فانا لما قلت الجمله دي فوجئت بالصديق القديم ما اعرفش بعديها هو بقى الموضوع ايه بالنسبه له لكن انا ما عنديش حسابات حساباتي النادي الاهلي فكلمني قال لي انا عايز اطلع وده توجه من المجلس انت قلت في برنامج خارجي وانا عايز ارد في قناه النادي الاهلي فانا بطلب انك تستضيفني قلت لك ماشي وسالتك وقلت لي يجي قلت له قوي يا محمد احنا اصحاب ما كناش في خندق واحد عمرنا طبعا انتخابيا طبعا بنتكلم لمصلحه النادي لا يعني لكن فضلنا اصحاب لدرجه انه كان يترشح في البلد كنت بروح ادعمه هو بلدياتي ومن عيله عريقه هناك
فلم تفسد للود قضية خلافاتنا وموقفنا وخنادقنا الانتخابية. ما لكن لما جاء محملا أول ما قعد أنا زعلان منك ليه يا محمد بيه؟ قال لي أنت بتقول من الشيطان الذي أوحى لك؟ قلت له اوعى تكون أنت. قال لي أنا اللي قلت له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ودي فكرتي. قلت له أنا ما أعرفش إنها فكرتك لكن ليه كده؟ بدأنا نتناقش الأول بدعابات إلى أن سأل السؤال ده، قال هو أنت عايز تناقشني النادي الأهلي أما يبقى المسؤول عن دولابه الإعلامي كل من يكرهونا؟ دول مش مسألة إنه بيحبوا نادي تاني، دول مش بيحبوك. والنهارده لما تشوف اللغة اللي يقول لك المنطقة الدافية واللي يقول لك مش عارف إيه واللي يقول لك يعني كلام يعني الحمد لله الأيام سريعا أثبتت ده بتوضح يعني. الكلام ده فدي حلقة أنا الحقيقة في دماغي ما كانش في أي حسابات، يعني كان عندي استعداد أخد بعضي أقعد في البيت بعديها، بس كان لازم أنبه الجماهير وأعضاء النادي إن لا تكرر الموضوع مش هزار في منتهى الخطورة. فهو لمس كل القضايا في سؤاله ده، أنت بتقول كذا أنت بتقول بقول كذا وبقول كذا وبقول كذا. والحمد لله زي ما أنت قلت ووضحت إن تم تصويب كل هذه الأمور من خلال مجلس إدارة رضع في حديقة النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي. ودي الحقيقة كمان المسؤولية الكبيرة للجمعية العمومية للنادي الأهلي، اللي ما في مناسبة الأهلي احتاجها إلا ولقاها عند درجة الوعي، عند درجة المسؤولية، عند درجة الأمانة مع النادي. ودي نقطة مهمة جدا مهما تعددت المقرات. ملك وكتابة لما بدأ كان الأهلي مقر الجزيرة ومقر مدينة نصر، وكنا وقتها بندافع عن أنه النادي محتاج الدعم الكافي علشان يقدر، والحركة كانت الرياضية كلها مجمدة آنذاك، إزاي يقدر يبدأ العمل في أو ينهي العمل في الفرع الثالث في الشيخ زايد. كان مجلس الكابتن حسن حمدي لغاية لما سلم الراية مرفوعة في نهاية عمل مجلس إدارته، كان الأهلي وقتها الأكثر تتويجا ب 19 بطولة دولية وقارية، كان الأول عالميا الأهلي، ثم مرحلة المهندس محمود طاهر، ثم مرحلة مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب. الأهلي لما بدأ ملك وكتابة كان المقرين، في خلال هذه الفترة بني وافتتح واستكملت منشآت الشيخ زايد ولا زالت. ثم كان التحدي الكبير، مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر اشترى أرض للنادي الأهلي في التجمع الخامس. جه مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب شاف إن الأرض موجودة في منطقة محفورة هتكلف النادي كتير جدا لو بدأ العمل فيها. فكان العمل أو التواصل مع وزارة الإسكان اللي مشكورة وافقت على تبديل قطعة الأرض بقطعة أخرى سليمة أنجز فيها النادي الأهلي. من يومين كنت في المنطقة هناك فايت، شفت لك صور هناك قلت ما شاء الله. هو ده الدور المجتمعي بجد، السور ابتدى ياخد ألوانه، السور خد شخصية الأهلي. في فترة قريبة جدا هتلاقوا في مفاجأة إن الأهلي بيفتتح هذا الفرع الجديد. هو ده الدور بس أنا عايز أتوقف عشان للنادي الأهلي بيعمله، عشان إحنا دورنا نقول كلمة حق. تواصل الأجيال، زي ما انتقدنا إن الفكر بتاع إن أنت تستند إلى ثوابت الأهلي وأنت بتاخد قراراتك وعندما تخرج عن هذا الخط ننبه، مش طبعًا موقف شخص طبعًا. كل الناس اللي اتكلمنا عليه أصدقاء شخصيين ليا بيهم كل الاحترام، بس رئيس النادي السابق الأستاذ محمد بدر أصحابي كان معرفش دلوقتي، إنما زي ما أنت أشدت بالفضل لما المهندس محمود طاهر خد النادي الأهلي في الجزيرة بعد ما اتعملت تصريحه والبنية الأساسية أظهروا على وش الأرض وفتحوا واستقبل الأعضاء الشيخ زايد الشيخ زايد تواصل للأجيال. أيوه حط بذرة هو نفسه بقى إنه نروح التجمع ناحية الشرق وخد أرض اتعدلت الأرض، لكن الفكرة كانت موجودة والبذرة اتحطت وخدها المجلس الحالي رواها ونضجت الشجرة وثمارها قريبا ما ستظهر. يعني تواصل الأجيال يا أستاذ زايد، وسر الأهلي ده مش إحنا اللي بنقوله، ده تقريبا ممكن يكون بيقوله بجرامي، كلام مهم
وتخين قوي وتقيل قوي بعد الفاصل. لما ارجع الكلام ده خفيف عليك. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. لما يكون نموذج النادي الاهلي ده فيه كل هذه الاختبارات اللي اثبتت نجاح هذا المكون تاريخيا، بحيث انه يكون اكثر انديه العالم في الحصول على بطولات في كره القدم المتنوعه، محلي قاري دولي مش عارف ايه، الاهلي هو الاول عالميا، ويكون على مستوى البطولات القاريه والدوليه فقط الثاني بعد ريال مدريد، وتكون منصاته الاعلاميه الاكثر مشاهده ومتابعه على مستوى العالم بين كل انديه العالم. وده مش كلامنا، تقرير اليوتيوب عن شهر 7 انه منصه النادي الاهلي في قناته على اليوتيوب، القناه الرسميه للنادي الاهلي على اليوتيوب، عندها 16.5 مليون شخص، ويجي بعد منه برشلونه ب 13.5 مليون. بنتكلم ان النادي الاهلي اكثر مشاهده ومتابعه حول العالم عن برشلونه. خلي بالك برشلونه بميسي. لا مش بميسي، بميسي قاعد ولا ماشي؟ اكبر سؤال واخطر سؤال. كان الاكثر متابعه. فانتوا لما يكون العالم كله كان بيتابعه، لما يكون النادي الاهلي هذا الكيان المصري العظيم اللي كل جمهوره وكل محب الوطن بيفخروا بهذه القيمه الكبيره والقيمه الحضاريه الرائعه على ظهر ارضنا الغاليه، عنده هذا النموذج الملهم في النجاح. طيب افهم انه اي لاعب لعب في النادي الاهلي، بالذات لو كان بر شويه وعارف قيمه الاهلي وما اكثرهم وما اقل من هم غير ذلك، الطبيعي ان يكون عنده هذه المشاعر وهذا الارتباط وهذا التقدير وهذا الحب. عاش في النادي الاهلي، فرح للنادي الاهلي وفرح بالنادي الاهلي واسعده النادي الاهلي، ده مفهومه اسبابه. لكن لما تبقى المسألة متعلقة ببطل رياضي ملوش علاقة بالنادي الأهلي، بل إن لعبته أصلاً مش ممارسة خالص في النادي الأهلي، مش موجودة في النادي الأهلي، ونلاقي بيج رامي بطل العالم في كمال الأجسام، هذا الرياضي المبهر عنده هذا التقدير لنموذج الأهلي الملهم، ويقول كلام مهم نسمعه. طب قول لي، أنت كنت بتحب كرة القدم؟ جداً. وعشقك هو النادي الأهلي؟ طبعا، يعني زي مصر كلها يعني الا القليل. هو عامه يعني الاول ليه الاهلي الاول؟ عشان ده سؤال مهم. جميل. الاهلي مش الاغنيه، الاهلي كيان فعلا. الاهلي كيان لانه مؤسسه ثابته وناضجه، ويعني على مدار تاريخها كلها ليها اسس ومعايير، حتى لو اختلفت الاشخاص على يعني او تداول الاشخاص على رئاستها او الممارسه جواها او ايا كان اللاعبين. اشخاص مين بس؟ هو ده السيستم اللي بيخلي الواحد يحب المؤسسه نفسها. فكره ان انت بتشتغل شايف ان دي حاجه ليها ثوابتها اللي بتخليك طول الوقت شايف ان نجاحهم مبني على 1 2 3 اهداف وطرق واساليب، وده اللي بيخلي الواحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلا. يعني انت خدت النادي الاهلي قدوه ليك حتى؟ النادي الاهلي كمؤسسه وكطريقه تفكير انا شايفها ان هي تنفع لاي مؤسسه ناجحه في مصر. وهي صحيح مش المؤسسه الوحيده، لكن هي من اهم المؤسسات الثابته لانها على مدار عقود طويله. صحيح. يعني شغل ثابت، شغل ثابت. فالنادي الاهلي خلانا نحب ازاي يبقى عندك حاجات منظمه، فيعني بنى في شخصيتنا حاجات مهمه جدا، حتى لو احنا بعيد عن اصل المشجع ممكن يرسم صوره في خياله حقيقه او غير حقيقه، لكن هي كانت بتطابق الواقع بشكل كبير جدا. يعني فالاهلي كان يعني بالنسبه لنا كمشجعين درجه ثالثه زي ما بيقولوا، جزء كبير جدا من حياتنا. يعني بص كلامك، وانت اسطوره كبيره وحققت نجاح كبير وبتتكلم عن النادي الاهلي، اللي انت عمرك في يوم من الايام ما لبست تيشيرت خالص، يعني النادي الاهلي ما عندوش كمال اجسام. وبتتكلم بهذا الحب وهذا الفخر للنادي بتاعك، وبتقول في الاول لا قبل ما تسالني ايه البروتوكولات بتاعتي ليه الاهلي. فالحقيقه لما بنلاقي حد كده الحقيقه فعلا بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيه النادي الاهلي. انت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك اكلك شربك اسلوب حياه، اسلوب حياه. اصل النجاح قصته واحده في كل مكان.
ان انت تاخد قصه ناجحه وتحقق بيها خطواتك ده مهم جدا. صحيح. عشان كده الواحد لازم يشوف رموز ناجحه يبقى الناس تمتثل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق نجاح. طب هو ايه اهميه هذا الكلام؟ طبعا بجرامي قمه من قمم النجاح الرياضي، خد تحديات واصبح واحد بيفوز على اساطير كمال الاجسام اللي ما كانش حد يتخيل ان حد ممكن يهزمه. عندما يكون الاهلي هو ملهمه كاسلوب حياه، خلي بالك من الالفاظ اللي هذا الرجل الضخم في كل شيء، الضخم معنويا وجسديا وعقليا وذهنيا وقدره على التعبير. صحيح. كل كلمه بيقولها قيمتها مش في الحب، الحبيب لا يرى الا حبيبه، ولكن المقتنع قد لا يكون حبيب ولكنه يتحدث بقناعه، قد لا يكون اهلاوي ولكن يرى في نموذج الاهلي هو الالهام اللي يقدر لو انتهج هذا النهج يوصل وينجح بيه. ده اللي عايزين نقوله. انت مش بتحب النادي الاهلي لانه كسبان، تعرف انت اللي بتحب النادي الاهلي هيحصل لك ايه لو انت بتحبه عشان كسبان فقط؟ هتحبه النهارده وممكن بكره ما تحبوش، او ممكن بكره تزعل منه ترجع تحبه بعد بكره وبعد بعده وبعد بعده وبعد بعده وبعد بعده، وبعدين تزعل منه وبعدين بعد بعده. اذا هتكون شخصيه هيزيتيتد في علاقتك، متردده في علاقتها بالنادي الاهلي. ولكن عندما تاخذ الاهلي الفكره، تاخذ الاهلي النسق، تاخذ الاهلي اسلوب الحياه، تاخذ الاهلي المنهج، هتحبه دائما في السراء والضراء. وهذا هو شعار من يحب النادي الاهلي ومن يقتنع به، اللي بيقول لك على الحلوه والمره معاه. ما تحبنيش كما تريد، هبني كما انا، كما وجدتني، كما استلهمت مني نجاحك، لما استلهمت مني فخرك، لما استلهمت مني زهوك، ما تحطليش شروط في حبك، خدني كما وجدتني. حاضر. النادي الاهلي. حاضر. بصوا كلام بجرامي على فكره الالهام، فكره النموذج الملهم، مش شرط في الرياضه على فكره. كتير من الاصدقاء على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا يبعتوا لي الاهلي خلاني ما يأسش في الشغل. واحد عنده تارجت، عنده اهداف معينه في شغله، افخر باللي بعمله. وفكرك ان فكره البلس 90 دي ملهاش معنى حياتي، دي ملهاش تاثير في التكوين الشخصي لاي بني ادم، انك ما تيأسش، انك لا تحبط، انك ممكن تتعثر في شغلك، في دراستك، في اي خطوات حياتك، خد بالاسباب. ده مش معناه انك انت تيأس وتركن وتحبط، لا، انهض وقوم وكافح وصمم وهتنجح. هو ده النموذج. ما انتوا شفتوا الاهلي في كره القدم حتى اللي حضراتكم مرتبطين بيها جدا، اكم من مواسم الاهلي لما يخسر بطوله يشحن قوته عشان يكسب 7 بطولات جايين ورا بعض. على فكره ده تاريخ كره القدم في النادي الاهلي، انه في مراحل معينه محتاج يشحن البطاريه، بس وقت ما بيشحن البطاريه في سنه اوعى وشك 7-8 سنين بعد كده. ويتعلم من اخطائه. ليه؟ ويعترف بها. بيعترف من اخطائه، بيصححها كويس قوي بامانه ومسؤوليه، ومحددها بعين خبيره عشان ينطلق منها لما هو ابعد. وعشان كده جمهوره دايما لما بيقول له بالحلو مع الحلوه والمره معاك، هو يعي ده كويس انه بيستحمله شويه قد كده في المره عشان يلاقي الحلوه قد كده. ده النموذج الملهم حياتيا من النادي الاهلي لبني مجتمعه، اللي حتى لو على ذكر ده في الفترة الأخيرة مع النجاحات الأولمبية ومع الميداليات اللي مصر أحرزتها وأحرزها أبطالها في طوكيو، ما احنا شفنا هذه النماذج الرياضية بجد، اللي هم قد إيه فعلا كانوا بيكافحوا وكانوا بيثابروا وكانوا عندهم هذا الإصرار وهذا التحدي، واستحقوا كل التكريم اللي شافوه. جيانا فاروق اللي بالمناسبة بنبارك لها بمناسبة زفافها، لكن دي مباراتها. شوفوا التحدي لجيانا فاروق، وشوفوا كلام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وهو بطل العالم في الكاراتيه وهو بيتكلم عنها. شوفوا زميلتها في ريال اشرف. في ريال اشرف ما كانتش هتسافر، ما كانتش مرشحه للسفر،
اللاعيبه اللي في وزنها مسافره حصلت لها ظروف عندها ولاده او تقريبا حمل فما سافرتش. عشان تسافر في ريال هذه البطله تجيب الميداليه الذهبيه، وشفنا اللحظه الانسانيه المتفجره لاسرتها وهي بتتابعها. شفنا هذا التكريم الرئاسي رفيع المستوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه البعثه وابطالها وكل من شرف مصر. شفتوا هذا التقدير للابطال دول اللي اعتبروا ان اهتمام الرئيس ودعم الرئيس وتهنئه الرئيس واشاده الرئيس بيهم اغلى ميداليه بالنسبه لهم. هم بيحظوا بتقدير رفيع المستوى. هي دي الرياضه يا جماعه، وهي دي القيمه، وهي دي مصر اللي لازم تكون، اللي لازم يكون عندها هذا القدر من الشغل الايجابي بجد. ناس انك تقدر تنجح، ناس مصدقه حلمها، ناس مصدقه حلمها. دي ده يعني استقبال جيانا. طب انا اقول لك، في نماذج ما حققتش ميداليات ولكنها فعلت ما هو اهم من الميداليه. عمر عصر تقريبا حقق ما هو ارفع. اولا المكانه اللي وصل لها في دوره طوكيو كلاعب لعبه تنس الطاوله مصنفه انها الاصعب على العالم. اصعب لعبه فرديه على مستوى العالم. هو اشاد بدينا كثير ونحن نشيد بها. ايوه. وفي الطريق هنا جوده. هنا جوده. لكن اللي انا عايز اقوله، هل الراجل صدق حلمه واشتغل وعمل ايه في المانيا لما بقى واحد من ايقونات اللعبه في المانيا؟ المانيا من الدول المتقدمه، هي والسويد وطبعا اسيا، اليابان والصين وكوريا، كوريا تحديدا والصين. لكن ده معناها ايه؟ صدق حلمك، ما تحسش انه مستحيل. هذه هي القيمه اللي النادي الاهلي بيحاول يزرعها في اي حد، وانت حتى في الاداره. هو انت لما بتحلم الاحلام المستحيله، طب اقول لك حاجه والله العظيم، بص مصر واللي بيحصل فيها، شوف الـ 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 الالهام اللي تقدر تاخده. ها؟ وانت حد كان من 5 سنين يقدر يقول لك انا حزين العشوائيات وتصدقه؟ لا. حد كان يقدر يقول لك بالحجم ده؟ لا اطلاقا. حد كان يقول لك انا هعمل شبكه طرق هي الوحيده من الارفع على مستوى العالم وتصدقه؟ حد كان يقدر يقول لك ان الفيروس سي هعمل فيه ايه؟ حد كان يقدر يقول لك ان هبقى احد نماذج النجاح في مواجهه كورونا؟ التامين الصحي المشروع بتاع النهوض ب 4000 قريه على مستوى الريف. يا استاذ ابراهيم، انا مش قادر اصدق. صدق حلمك، هو دي مفتاح كل حاجه، واشتغل وانت مصدق، وما تقولش لا اصل انا ما عنديش وانا ما اقدرش. لو انت صدقت حلمك هتبتكر الحلول. الاهلي بالنسبه لنا بيزرع فينا هذه القيمه عشان نبقى نبته صالحه في خليه صالحه تحتاجها مصر مننا جميعا. وهو ده المطلوب. فاكرين احنا عرضنا الاسبوع اللي قبل اللي فات مقاله على ذكر بقى التفاعل العربي، وبنحاول بقدر الامكان يكون مالك وكتابة نافذة لهذا التفاعل العربي من قبل الأشقاء المحبين للنادي الأهلي والمقدرين لقيمته ونموذجه. شفنا الأستاذ أحمد الشمراني الكاتب والناقد الرياضي السعودي وهو بيقول، بقول لمشجع الأهلي عليك مسؤولية كبيرة وأنت تشجع الأهلي، وأنت تتحدث عن الأهلي، وأنت تعبر عن مشاعرك عن الأهلي. ده الجمهورنا بجد. وانت بتعبر عن مشاعرك كأهلاوي محب النادي عنده هذه القيمة، لا عليك مسؤولية طبعا. الانجراف والتحفيل والإساءات والخروج عن النص والمعايرة والمكايدة وكل السلبيات دي، هذه ليست من مكونات النادي الأهلي. محب النادي الأهلي والله لا أتشائم يا أستاذ إبراهيم إلا لما نغمة التحفيل عندنا تزيد. طبعا بتشائم سلوك أصلا. يعني أنا ليه أدوس على اللي قدامي؟ صحيح. ليه التعالي ده؟ هذا ليس نموذجا اهلاويا. التحفيل ده له مجالاته في اعداد الشلل والاصحاب، لكن يبقى نهج على السطح العام. ليست بطوله. البطوله انك انت لما تبقى كسبان تشد على ايد الخسران وتقول له ويل بلايد وهارد لك، وانت تعنيها. وانت خسران ما يهزكش تحفيل. التحفيل لغه الصغار. احنا النادي الاهلي مش محتاج
انه حفل على حد لانه بيفرح بانجازاته، ما بيفرحش بفشل الاخرين. ودي المسؤوليه يا جماعه، دي المسؤوليه اللي غلبنا كتير في ملك وكتابه واحنا بناكد عليها. عليك مسؤوليه كبيره وانت بتحب الرياضه وانت بتحرص على قيم الرياضه وانت عايز تستمتع بالرياضه وانت بتحب نموذج النادي الاهلي، لان النادي الاهلي تاريخيا بصوا النادي الاهلي اللي سنه 1928 وقف نص الفرقه بما فيهم كابتن الفرقه وابو الكره في مصر وقتها حسين حجازي. الكابتن حسن لخصها بجمله عشان خرق المبدا الرياضي بكده. عشان خرق المبدا الرياضي وما رضيش يطلع يستلم ميداليه المركز الثاني في نهائي الكاس مع الترسانه. شوفوا الحرص على قيم الرياضه. انت لازم تبارك للفريق اللي انتصر ولازم ترضى بالنتيجه ولازم تحترم المنافس. هو ده النادي الاهلي بجد. وزي ما اشار المهندس عدلي ما هو 85 الكابتن حسن حمدي بيوقف فرقه بالكامل ما فكرش فيها، سواء انه في ناس مشيت غلط لازم تتعاقب، وهكذا في كل مجلس اداره حتى مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب في كل مناسبه بياكد على المبدا وبيحافظ على الفكره ويعلي قيمه الكيان، لانه ده اعلاء لقيمه الوطن. النادي الاهلي ما بيمثلش نفسه، النادي الاهلي هذه البؤره المشعه لمحيطه العربي والقاري، كل الناس بتنظر لقيمه النادي الاهلي انه مصر الغاليه انجبت هذا النادي العظيم. تاكيدا اللي احنا بنقوله رسالتنا ان احنا دايما ما بنختلفش مع الكاتب على المكتوب ودايما بالوثائق. بعض الاخوه في العرب اللي احنا انتقدنا ادائهم لما تجاوزوا في حق الاهلي بدون درايه رجعوا يقولوا كلهم تواصلوا وتقريبا اعتذروا وقال احنا ما كناش شايفين الصوره كده. هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل هنشوف احنا كمان شايفين الصوره ازاي. اهلا بحضراتكم من جديد. كده تمام الحلقه 700 ختامه مسك مع بيج رامي. طبعا احنا كنا بنتناقش بيج رامي خد من حب الاهلي رساله طبقها على حياته وخد منها الهام. اوحت الينا هذه الرساله ان احنا نتحدث مع اخواتنا وجماهير الاهلي. هو انا لما بقول حبوا الاهلي كما وجدتموه مثلا بنتقد حبهم للاهلي اطلاقا، تعبيرهم عن الحب. ايوه احنا بنقول ايه؟ بنقول إن على فكره في شباب لا مؤاخذه بيحبوا النادي الاهلي يمكن اكتر مننا كتير جدا. احنا عملنا مشوارنا، هو مشوارهم اللي جاي في ناس، لكن انا بحث النادي شبابنا عشان يتمسكوا بالنادي في السراء والضراء. النادي اكتر نادي بيفرح جماهير في العالم هو النادي الاهلي طبعا، نسبه الفوز بالبطولات عاليه. ايوه فتحمل بعض الامور. انا جالي في الفاصل مكالمه من واحد من ابرز والمع واخلص عشاق النادي الاهلي عبر تاريخ، واشهد بهذا الحاجة تيسير الهواري. فمخطوب بيقول لي هو في حد في النادي في حد مش بيعادلي انت قلقان ان في حد ما؟ قلت له لا يا حاج تيسير، انا عايز اقول لهم حبوا الاهلي زي ما الحاج تيسير بيحب. الاخلاص والعطاء. قال لي احنا عندنا بطولات كتير يا كابتن عدلي. قلت له هو ده هو ده اللي انا اقصد اقوله يا حاج تيسير. يا جماعه هو ده النموذج اللي كان بيدي بلا انتظار، وحتى صحيح. اليوم صحيح في وكان بيمر بظروف صعبه هو شخصيا ويدي للنادي الاهلي يقف في في دايما في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره. ايه بقى؟ مش كل صدق واخلاص ماديا ومعنويا لا ايقونه يعني كبيره. صحيح هو ده النموذج. هو طب هو حاجه تيسير واللي زيه حبوا النادي الاهلي حبوه ليه؟ لان شافوا منه خير كتير، شافوا منه معنى كبير. احنا بنحب النادي الاهلي لهذه الاسباب، وولادنا انا متاكد انهم بيحبوه جدا جدا جدا، لكن ساعات بيخافوا من ان جاره يحفل عليه فيزعل. وانا بخاف، ما هو انا بيتحفل عليا، هو انت تفكر انا بنجو من هذا الامر؟ لكن انا لما يتحفل عليا ما بحفلش عليه. ولذلك بقول لك ايه؟ يزرعون الفتنه نزرع الحب. الله، هو القوي يعمل كده. الله. وبمناسبه الحب والوطن، الكل بيترقب بكره ان شاء الله للمنتخب الوطني
المنتخب المصري في عودته لبطولة كأس الأمم الأفريقية قرعة البطولة. بكرة الثلاث إن شاء الله الكاف هيعلن قرعة بطولة الأمم الأفريقية. القرعة البطولة هتقام في الكاميرون، هتفتتح يوم 9 يناير 2022، يعني خلاص 9/1/2022 انطلاق كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. كابتن حسام البدري المدير الفني وجهازه الفني مترقبين هذه القرعة. منتخب مصر زي ما حضراتكم عرفتوا محطوط في التصنيف الثاني، معاه كوت ديفوار وغانا، للأسف يعني الأمر كوت ديفوار وغانا وبوركينا فاسو وغينيا ومالي. التصنيف الأول فيه يعني في واحدة من اللي جايين اللي هقول لكم عليهم مؤكد في واحدة هتيجي مع مصر، يا الكاميرون يا نيجيريا يا تونس يا السنغال يا الجزائر يا المغرب. ما شاء الله مفيش اختيار، يعني الثلاث دول العربية الشقيقة في الشمال تونس والجزائر والمغرب واحدة منهم هتيجي مع مصر، أو الكاميرون ونيجيريا والسنغال، الست دول أتقل من بعض، بس دول دول التصنيف الأول، فهيتحطوا على رؤوس المجموعات وتبدأ توزع عليهم فرقة من كل مستوى من المستويات. مين تاني ممكن يجي مع مصر؟ أي دولة من دول التصنيف الأول؟ يا أستاذ إبراهيم بندفع فاتورة الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية اللي استضفناها عندنا. صحيح. التصنيف الثالث واحدة منهم مؤكد هتيجي مع مصر. التصنيف الثالث اللي فيه الجابون، زامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، سيراليون والرأس الأخضر. أي واحدة من دول هتيجي مع مصر. وكمان واحدة من التصنيف الرابع اللي فيه السودان وجزر القمر وملاوي وجامبيا وغينيا الاستوائية وأثيوبيا. إذن دي المستويات الأربعة، هيبدأ توزيع كل دول مستوى من المستويات على بقية ال. مين معانا بقى في التصنيف الثاني؟ اللي معاك في التصنيف الثاني غانا كوت ديفوار ومالي وبوركينا وغينيا. غينيا غانا لا غانا وغينيا غانا وغينيا غانا وغينيا ومالي وبوركينا. يبقى التصنيف الاول والتصنيف الثاني تقال جدا طبعا جدا. طبعا يعني كفايه انه مصر اكثر دول القاره حصولا على هذا اللقب، وبعدها غانا وبعدها الكاميرون، الثلاث دول جايين في المستوى الثاني، مش حسب عد كؤوس على الترابيزه، حسب التصنيف بالنقاط حسب المستوى والاداء في الفترات الاخيره والنتائج. فبالتالي هذا التصنيف مصر وكوت ديفوار وغانا وبوركينا فاسو وغينيا ومالي، دي دول التصنيف الثاني، والكاميرون في التصنيف الاول. بمناسبه افريقيا كمان اعلنت قرعه دوري ابطال افريقيا. شوفوا التاسعه يا اهلي وجت، العاشره يا اهلي علشان بيبو يبقى بيبو تن، واللعيبه تهدي ميدالياتها وتهدي فرحتها وتهدي لقبها للكابتن محمود الخطيب نجم نمبر 10 تقديرا وعرفانا بكل اللي عمله مع الفريق. شفنا هذه اللحظات الدافئه جدا بين نجوم النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي كان دايما وابدا طوال هذه الرحله حريص انه في كل مهمه صعبه هو اللي بيرأس البعثه وهو اللي بيتحمل كل التحديات وتلاقيه اول واحد. فكانت الفرحه بالعشره بعد التاسعه، دلوقتي عايزين نكمل الفرقه بقى. عايزين نكمل الفرقه ال 11 يا اهلي ان شاء الله. الاتحاد الافريقي اعلن عن قرعه الدور التمهيدي الاول لدوري الابطال للموسم الجديد، والدور الثاني الاهلي ضمن 10 فرق كبيره معفيين من اللعب في الدور الاول. فبيبدا من الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 هيلاعب فيه الاهلي الفايز من يونيون سبورتيف جندرا ماي بطل النيجر ولوما سيجيه بطل بوروندي. بطل النيجر وبطل بوروندي هيلعبوا في الدور التمهيدي الاول، الفايز منهم هيلعب النادي الاهلي. مباراه الذهاب هتقام في الخارج من 15 ل 17/10، يعني بنتكلم على حسبه شهرين. بعد شهرين هتبدا ضربه البدايه القاريه للاهلي حامل اللقب، والعوده 22 او 23 او 24 في نفس الشهر. هتقام المباريات زي ما قلت لكم في الفتره الحاليه الدور التمهيدي الاول ثم الدور التمهيدي الثاني او دوري الابطال. كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن انه قائمه الاهلي الجديده اللي سلمها للكاف
فيها 33 لاعب، وهقول لكم كان فيها مشكله انه امتداد الموسم المحلي حرم الاهلي وحرم كل الانديه المصريه المشاركه مع الزمالك في دوري الابطال والمصري والبيراميدز في الكونفدراليه. الفرق الاربعه صفقاتها الجديده مش هتبدا بيها المشوار الافريقي، يعني الاهلي ان شاء الله تعالى يعمل صفقات قويه جدا لتدعيم فرقته، لكن مش هيقدر يستعين بيهم في مباراه الدور التمهيدي الثاني او دور ال 32، هيبدا يلعب بيهم ابتداء من دور المجموعات لانه هيكون سجلهم في القيد الثاني القاري. وطبعا السوبر برضو مش ومباراه السوبر القاري سوبر الافريقي للاهلي مع الرجاء المغربي لن يتمكن الاهلي من الاستعانه بصفقاته الجديده فيهم. بس وانت بتتكلم كده برضو الرجاء مش هيلعب بصفقاته الجديده؟ لا هيلعب. ليه؟ الموسم بتاعه خلص من بدري. لا ده هو غيرنا. انت ممتد علشان دي ظروفك انت. لكن كاس العالم للانديه باذن الله تعالى في اليابان الاهلي هيكون بكامل قوته الجديده وصفقاته اللي هيدعم بيها صفوفه في الوقت المناسب بالتاكيد بالشكل اللي يدعم الفريق ويحقق ويلبي احتياجات الفريق ورغبات المدير الفني. القائمة الأفريقية اللي الأهلي سلمها للكاف وأعلن عنها حسمت الجدل، ناس كتيرة فضلت تقول وتعيد وتزيد وتحاول تهز استقرار الفرقة دلوقتي، وفلان ماشي وفلان جاي وفلان رايح مش عارف فين. أعلن سيد عبد الحفيظ القائمة وقطع ألسنة الشك. ضمت القائمة 33 لاعب، وليه 33؟ لأن الكاف ما شاء الله فتحها على البحري وقال لك كل فريق له 40 لاعب. منهم 7 في القيد الثاني، يعني القيد الثاني قبل دور المجموعات لا يزيد عن 7. ممكن نتوقف ليه عمل كده؟ لان الجداول اصبحت مشحونه والمسابقات كثيره والتحديات كبيره والظروف والكورونا، يعني في ظروف كثيره، في حاجات كثيره جدا تعامل معاها الاتحاد الافريقي بواقعيه. ما هو لما كان عدد معين يطلع ايجابي كورونا فيأجل ماتشات، فقال لك لا انا هفتح القيد وما اجلش احسن، فأي عدد يزيد لك هي فيها أعباء مادية على الفرق، لكن الأندية بتضطر تحط عدد ناشئين ياخدوا خبرات ويبدأ التركيز عليهم من بدري. يعني القائمة الجديدة بتاعت الأهلي ال 33 هتلاقوا فيها عناصر ناشئة كتيرة، فيها محمد الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في سعد سمير ورامي ربيع وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بنون ومحمد هاني وكريم ندفد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد. فيها كمان القائمة الأفريقية عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجاييه وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن وولتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب. ده ناشئ مهاجم ابن الكابتن سيد غريب، كان أبوها لعيب فيرود كويس، بس الولد ده بيقولوا موهوب جامد جدا. فدي القايمة اللي أعلنها الأهلي أو سلمها للاتحاد الأفريقي. ده 2002 خلي بالك. مستر بيتسو موسيماني من خلال التدريب اللي حضراتكم شايفين جانب منه جهز الكل لمباراة الغد. غدا الأهلي وطلائع الجيش يواصل الأهلي مسيرة التركيز والتحدي. ده الأهلي. والأمل طبعا، والأمل بقوة. الأمل بقوة، أنت بتتحدى هذا الظرف وبتعمل كل اللي عليك. شو نزرع الحب والأمل؟ أنت بتعمل كل اللي عليك وتنتظر النتيجة. كان القرار بتاعك ما عادش بتاعك، بتاع الآخرين، لكن اللي عليك أنت إنك تعبر عن الأهلي كويس قوي إنه بيظل للحظة ما بعد البلس 90 في مسيرة بطولاته، وإن شاء الله تفرح جماهير الأهلي. ونلتقيكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي طالما عناصر بقاء الأهلي بقوة مكتملة وموجودة. مادام روح التحدي موجودة، مادام الإصرار والعزيمة موجودين، مادام التمسك باستمرار بمبادئ الرياضة والقتال حتى النفس الأخير مع احترام كل المنافسين، لكن ده الأهلي اللي عمره ما رمى منديل ولا فوطة. الأهلي بيلعب للنفس ما بعد الأخير ويسيب الكرة تقول أحكامها. صحيح إن الأمر كان بإيد الأهلي، ولو كان في وقت كنا هنقول لكم لماذا نحن هنا الآن. الأهلي في هذا الموضع
في المسابقة لأنه أهدرت ليه حقوق مشروعة ومش برأينا. هيجي وقت هتشوفوا مراجعة اللي حصل ده كله بإجماع خبراء التحكيم. في جزء احنا مسؤولين عنه لكن في جزء كبير في أخطاء من الفرقة، في مباريات ضاعت، في نقاط ضاعت، لكن في جزء كبير كان كنا نستحق، لكن اديني حقي. بالظبط كده، اديني حقي وأنا مسؤول عن خطأي. كان زمان الدوري خلص من بدري لو خدت حقي. إنما عايز أقول لكم على حاجة، بكرة الماتش الساعة 9 الأهلي وطلاع الجيش إن شاء الله، وشفتوا قائمة المباراة قلناها لكم أو هفكركم بيها. لكن المهم في المسألة دي إيه؟ إنه النادي الأهلي ده تاريخه، النادي الأهلي هقول لكم قائمة المباراة اللي دخل بيها الفريق معسكره استعدادا لهذه المباراة. جهز كل العناصر مستر بيتسو موسيماني، خد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، خد محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات بعد الإطمئنان عليه وأليو ديانج وقفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وأجاييه ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. طبعا كوكا دخل مكان عمرو السلية لتدعيم خط الوسط، لكن هي الفكرة أنه كل القوة ضربة باستثناء طبعا محمد شريف إن شاء الله تكون دي المباراة الثانية والأخيرة يعني والسلية اثنين مهم جدا يعني. إنما بقول لكم ليه التاريخ بيعيد نفسه، هو الأهلي عليه إنه يكسب لأنه الأهلي. وهفكركم بموسم يا باشمهندس، أول ما تعثر الأهلي موسم 2003 2004 كانت فترة مفصلية. وعلى فكرة هيجي وقت نراجع مع حضراتكم تاريخ كرة القدم في النادي الأهلي، هتلاقوها تقريبا نفس النسق، مرحلة ارتفاع عالي جدا يطيح فيها بالجميع ويحقق كل البطولات اللي تقابله، ثم هبوط للمنحنى شوية، ثم يعاود الانطلاق بسرعة أكبر كمان. ده تقريبا الرسم البيان التاريخي لكرة القدم الأهلوية. إيه اللي حصل في 2003 و2004؟ كان الأهلي عنده مدرب برتغالي توني أوليفيرا، وتوني أوليفيرا في البرتغال يسبق مانويل جوزيه في التصنيف بمراحل. بس سبحان الله توني أوليفيرا الأستاذ تعثرت النتائج معاه، فوقتها قاد توني أوليفيرا الأهلي في بداية الموسم ثلاث مباريات في الدوري، خسرهم، تعادل مرة في أول ست مباريات، يعني أول ست ماتشات خسر ثلاثة وتعادل مرة. فكان القرار المدروس وقتها شكرا يا خواجة، وتولى الكابتن فتحي مبروك وقتها المهمة لمدة أسبوعين، ثم رجع مانويل جوزيه. رجع مانويل جوزيه بذكريات 2001 مانويل جوزيه ما خدش الدوري، بس عمل بطولات كبيرة جدا، خد دوري أبطال أفريقيا، خد السوبر الأفريقي، وحقق الفوز التاريخي بتاع الزمالك 6-1، وتعادل مع الإسماعيلي الماتش المثير جدا اللي بسببه ضاعت بطولة الدوري على النفس الأخير أو الثواني الأخيرة. رجع مانويل جوزيه الماتش المحلة، احنا تعادلنا مع الإسماعيلي وكان والمحلة تعادلنا مع الإسماعيلي خلانا ايكوال بوينت. أيوة. يعني لكن تعادلنا الثاني اللي في المحلة هو اللي ضيع الدوري. رجع مانويل جوزيه، بدأ الأهلي بقى نص موسم، وهي دي فكرة لعيبة الأهلي الحالية. وانت الماتشات ايا كان اهدافها ايه، انت لازم تكسب عشان تنمي شخصية النادي الأهلي، عشان تحافظ على صورة النادي الأهلي. الماتش اللي انت بتكسبه دلوقتي بالروح ديت انت بتبني لقدام، مش بس عشان تنافس على بطولة السنة دي. بطولة السنة دي ان شاء الله تعالى يكون لنا فيها نصيب بإذن الله، لكن كمان المهم فيها انا مبني شخصية فريق للمواسم اللي جاية، بتفادى اخطاء للاعيبه نتيجه خبراتهم القليله في فترات معينه، حسوا بنشوه، ضيعوا فرص، فقدوا التركيز، غابت عنهم بعض الحالات التركيز، فخسرنا نقاط ما كانش صح ابدا نخسرها. ده الدرس اللي لازما هذا جيل يتعلمه، وعشان يتعلمه انا بقول لكم اللي حصل مع مانويل جوزيه في نص موسم. الاهلي كان متاخر جدا في الترتيب، مانويل جوزيه قال لك انا مش جاي اخد الدوري السنه دي، انا جاي اخد الدوري للسنين الجايه، السنه دي. وكان دايما بيقول للعيبه كده مش عايز اخسر مباراه،
عارفين وقتها مانويل جوزيف النص الموسم لما جه في يناير. طبعا الاهلي جاب في يناير وقتها في 2004 ابو تريكا وحسن مصطفى واحمد رضوان من القناه واستعار البرازيلي بينيو لمده 6 شهور. دول اللي جم في يناير. الفتره دي الاهلي بيبني للي جاي، عمل ايه؟ في ظل هذا التشكيل في نص موسم 17 مباراه في الدوري الاهلي فاز في 15 وتعادل ماتشين. اللي كان متعثر في الدور الاول كسب 15 مباراه من 17، تعادل ماتشين فقط. دي روح البناء للي جاي علشان كله يبقى عارف الاهلي رايح فين، السهم ده هيروح فين بعد كده، كل اللي هيقول كلمه هيندم عليها قدام. لانه اللي بيحصل لا انت مش هتشوف بعد كده ايه اللي حاصل. الاهلي الموسم اللي بعد منه يا باشمهندس ايه اللي عمله؟ موسم 2004 2005 وانت خدت عمليه التدعيم التاريخيه بقى. الحمد لله. الاهلي جاب اسلام، ما حدش يقول لي جاب لعيبه الاسماعيلي، الاهلي جاب اسلام الشاطر، كان الزمالك اعاره لاتحاد جده السعودي وفسخ عقده وجي نادي الاهلي. عماد النحاس كان الاسماعيلي باعه للنصر السعودي، الاهلي اشتراه. محمد بركات الاسماعيلي باعه لاهلي جده، اللي باعه للعرب القطري الاهلي جابه من العرب القطري، يعني الاهلي الايد الثالثه كانت. وجاب احمد حسن الساكوزا من الشرقيه للدخان، وجاب فلافيو الانجولي، وجاب كاستيلو الكولومبي، وجاب النيجيري ماكي اعاره، وجاب محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله اعاره، وجاب محمود شيكو من المقاولين. استكمل الاهلي في انتقالات يناير، بعد كده جاب نادر السيد. عمل ايه الاهلي في 2004 2005؟ خلى كل واحد قال كلمة، قلل من شأن الأهلي في موسم 2003-2004 ندم ندم عمره، لأن 2004-2005 الموسم الناري لنادي الأهلي. فاكرين الأهلي خد الدوري قبل نهايته بكام؟ 7 أسابيع. أحكي لك بسرعة في 30 ثانية. أنا كنت في الجابون مع المنتخب الأولمبي. كان معانا الله يرحمه أو لما يسيب خير محمد رضوان. محمد رضوان عايش مدرب المقاولين. لما يسيب الخير. أنا خلطت بين محمد علي. محمد رضوان. أيوه. وبعدين إحنا كنا عاملين الصفقات دي بسرعة. فأنا بقول له إيه تفتكر يا محمد كده نطمن على الأهلي؟ قال لي الأهلي هياخد الدوري في الدور الأول. وقد كان. عارفين الأهلي في الموسم التالي كسب كل مبارياته. اتعادل ماتشين 2. 26 مباراة كسب 24 وتعادل مباراتين وحسم الدوري قبل نهايته ب7 أسابيع ودخل بطولة أفريقيا. عمل الإنجاز التاريخي، موسم قاري بالكامل بلا هزيمة. تتكرر بإذن الله. فما تخافوش على الأهلي. ما تخافوش لا. هو ده الأهلي، ودي كانت الحلقة 700 من ملك وكتابة. تتابعوا بعد الملك وكتابة الكابتن إسلام الشاطر، هيواصل أيضا نجاحات البيت الكبير، وهيواصل الاهلي ان شاء الله تقديم كل البرامج اللي هتسعد حضراتكم. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.